زوجته الأولية يعني منها تقريبا 14 بطن، 12 منهم الكبار كلهم ما شاء الله عليهم. تفاجأت جاني محمد هذا ضرير، بعدين جاء آدميين بعده وضعهم جيد، جت ذكرى آخر شيء عندنا، هاي آخر شيء ذكرى زاجت ما تشوف ضريرة. هاي أمهم الحالة محمد وذكرى، ونورس أخوته خمسة ما شاء الله عليهم، وهو زاد إجا ما يشوف ما عارف يعني. الحمد لله ما نزعلان، اشتريت لهم بافلات وحفظهم القرآن، هذا خاتم القرآن اللي لسه شغلة بسيطة عليه، وهذا ما شاء الله حافظ أكثر من نص القرآن، وكل ما تخرب البافلة جيب لهم واحدة غيرها